أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في دروس درسنا لهذا اليوم إلى طلاب الصف الثاني ثانوي الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات. موضوع الدرس المتتابعات والمتسلسلات الهندسية، الجزء الثاني، إعداد الأستاذة سميرة السالم وتقديم معتصم الجهني. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم المجموع الجزئي في متسلسلة هندسية، وإيجاد مجموع متسلسلة هندسية، والمجموع باستعمال رمز المجموع، وأخيراً إيجاد الحد الأول في المتسلسلة الهندسية. نتعرف اليوم في هذا الدرس على المتسلسلات الهندسية، وأولاً رح نتعرف على معنى المتسلسلة الهندسية. هي مجموع حدود المتتابعة الهندسية، ويسمى ناتج جمع الحدود إن الأولى من المتسلسلة A1 زائد A2 زائد A3 إلى أن نصل إلى AN، وتسمى المجموع الجزئي. ويعطى المجموع الجزئي SN الحد الأول زائد الحد الأول في R، ونقصد به الحد الثاني، زائد الحد الثالث يكون ب ضرب الحد الأول في R تربيع إلى أن نصل إلى الحد الأخير A1 في R أس N ناقص 1، ويعطى بالصيغة مجموع A1 R أس K ناقص 1، الK تبدأ من 1 وتنتهي بالN، ويعطى بصيغتان، الصيغة الأولى وهي الصيغة العامة، ويكون المجموع يساوي الحد الأول ناقص الحد الأول في R أس N على 1 ناقص R، أو يعطى بالصيغة البديلة وهي SN يساوي الحد الأول ناقص الحد الأخير في R على 1 ناقص R. وهنا يجب أن يكون قيمة الـ R لا تساوي الواحد، ولكن إذا كانت الـ R تساوي 1 نستعمل الصيغة التالية SN يساوي الحد الأول في N. مثال: أوجد مجموع حدود المتسلسلة الهندسية مجموع 3 في 2 أس K ناقصا 1، الK تبدأ من 1 وتنتهي بالـ 12. الآن عدد الحدود هنا N يساوي 12، حدها الأول 3 وقيمة الـ R تساوي 2. إذن الآن نقوم بالتعويض في الصيغة العامة، لأن المعطيات اللي عندي ما أقدر أعوض إلا بالصيغة العامة، وهي كالتالي: SN يساوي الحد الأول ناقص الحد الأول في R أس N على 1 ناقص R. نبدأ الآن بعملية التعويض المباشر. إذن S 12 يساوي 3 ناقص 3 مضروبا في 2 أس 12 على 1 ناقصا 2، وتساوي 12285. تدريب: أوجد مجموع حدود المتسلسلة الهندسية مجموع 4 في سالب 3 أس K ناقصا 1، الK بدأت من 1 وتنتهي بالسبعة. إذن المعطيات في هذا السؤال أن N عدد الحدود يساوي 7، الحد الأول 4، الR الأساس بسالب 3. إذن هنا على حسب المعطيات رح نستعمل الصيغة العامة، وهي SN المجموع يساوي الحد الأول ناقص الحد الأول في R أس N على 1 ناقصا R. نبدأ الآن بعملية التعويض المباشر. إذن نقول المجموع يساوي 4 ناقص 4 في سالب 3 أس 7 على 1 ناقص ناقصا 3. بعد عملية التعويض المباشر يكون الجواب يساوي 2188. مثال: أوجد الحد الأول في المتسلسلة الهندسية التي فيها المجموع
5465 والN تساوي 7 والR تساوي 3. إذا الآن يجب أني أنا أستنتج الحد الأول. إذا راح نستخدم الصيغة العامة لكي نبدأ بالتعويض فيها ونجد قيمة A1. إذا الآن بالتعويض المباشر في الصيغة العامة، Sn هي ب 5465، الحد الأول هو المطلوب في السؤال، الR 3 والN ب 7 على 1 ناقصاً 7. الآن بعد ما قمنا بعملية التعويض المباشر نقوم بالتبسيط. 3 أس 7 ب 2187 A1 على 1 ناقصاً 3 بسالب 2. إذا الآن نطرح A1 ناقصاً 2187 A1، إذا راح يبقى لي ناقص 2186 A1 على سالب 2. نقسمهم الآن على بعض راح تساوي ب 1093 A1. الآن باقي إني أنا أستنتج قيمة الـ A1، إذا راح أقسم على معامل الـ A1 وهو 1093 في الطرف الأول، وأيضا أقسم على 1093 في الطرف الثاني، وتكون قيمة الحد الأول تساوي بخمسة. تدريب: أوجد الحد الأول في المتسلسلة الهندسية التي فيها المجموع بسالب 13120 وعدد الحدود N يساوي 8 والR يساوي سالب 3. إذا على حسب المعطيات في هذا السؤال يكون التعويض في الصيغة العامة، والصيغة العامة كالتالي: Sn يساوي A1 ناقص A1 مضروبة في R أس N على 1 ناقص R. الآن نقوم بعملية التعويض المباشر، نعوض بقيمة Sn وهي بسالب 13120 تساوي A1 ناقص A1 في سالب 3 أس 8 على 1 ناقص ناقص 3. الآن عملية تبسيط، نبسط هذا الكسر. في الطرف الأول هنا في البسط ناخذ الـ A1 عامل مشترك، إذا يبقى عندنا 1 ناقص 3 أس 8، وفي المقام سالب في سالب بموجب، إذا 1 زائد 3. بسطها الآن، 1 ناقص 3 أس 8 راح تساوي بسالب 6560 A1 على 1 زائد 3 ب 4. نقسمهم على بعض الآن بيكون A1 سالب 1640 وتساوي سالب 13120. لكي نجد قيمة هذا الـ A1 لازم أقسم على 1640 بالسالب في الطرف الأول، وأيضا أقسم على 1640 بالسالب في الطرف الثاني، وتكون قيمة الحد الأول تساوي 8. مثال: أوجد R في المتسلسلة الهندسية التي فيها الحد الأول 9 والحد الأخير AN يساوي 9216 والمجموع ب 12285. لو نلاحظ هنا أن من خلال المعطيات في هذا السؤال رح نضطر أن نستخدم الصيغة البديلة لوجود AN. إذا الصيغة البديلة هي SN يساوي الحد الأول ناقص AN في R على 1 ناقصا R. ابدأ بعملية التعويض المباشر في الصيغة البديلة، إذا 12285 تساوي 9 ناقص AN في R، إذا ناقص 9216 R على 1 ناقصا R. الخطوة الثانية نقوم بعملية الضرب التبادلي، إذا 12285 مقامها 1، إذا راح ينضرب الواحد في 9 ناقص 9216 R تساوي 12285، نضربها مرة في الواحد ونضربها مرة في ناقص R. الآن نقوم بعملية التبسيط، إذا
3069 R يساوي 12276. الآن نقسم على معامل الـ R وهو 3069 في الطرف الأول، وأيضا نقسمها في الطرف الثاني، وتكون قيمة الـ R تساوي 4. تدريب: أوجد N في المتسلسلة الهندسية التي فيها الـ R يساوي 2 و A1 24 والمجموع 1512. إذا من خلال هذه المعطيات في السؤال راح نستعمل الصيغة العامة، وهي SN يساوي A1 ناقص A1 في R أس N على 1 ناقص R. نقوم الآن بعملية التعويض المباشر في الصيغة العامة. إذا 1512 تساوي 24 ناقص 24 في R اللي هي باثنين أس N على 1 ناقص 2. الآن نقوم بعملية التبسيط، 1 ناقص 2 بسالب 1. إذا الآن 1512 راح تساوي 24 مضروبا في 2 أس N ناقص 24. إذا تخلص من ناقص 24، حتضيف في الطرف الأول 24 وأيضا تضيف في الطرف الثاني 24، تصبح المعادلة 1536 تساوي 24 مضروبة في 2 أس N. الآن اقسم طرفي هذه المعادلة على 24، تكون 2 أس N تساوي 64. لو حللنا الآن الـ 64 راح تكون هي 2 أس 6، وإذا تساوت الأساسات تكون الأسس متساوية وتكون قيمة الـ N تساوي بستة. تقويم: مثال اختياري، أوجد الحد الأول في المتسلسلة الهندسية التي فيها المجموع بألف وعشرين، AN يساوي 4، الـ R تساوي نص. إذا على حسب هذه المعطيات لازم أنا أستخدم الصيغة البديلة لوجود AN. إذا الصيغة البديلة هي SN يساوي الحد الأول ناقص AN في R على 1 ناقص R. نبدأ الآن بعملية التعويض المباشر في الصيغة البديلة. إذا 1020 يساوي الحد الأول ناقص 4 مضروبا في نص على 1 ناقص النص. بالتبسيط 510 راح تساوي A1 ناقص 2، نتخلص من ناقص 2 بإضافة 2 في الطرف الأول وإضافة 2 في الطرف الثاني، وتكون قيمة الحد الأول تساوي 512. إذا الإجابة الصحيحة هنا هي الإجابة B. تقويم: مثال اختياري، متتابعة هندسية حدها الأول 8 وأساسها 2 ومجموعها 2040، فما عدد الحدود؟ الآن راح نستخدم هنا على حسب هذه المعطيات الصيغة العامة، وهي SN يساوي الحد الأول ناقص الحد الأول في R أس N على 1 ناقصا R. ابدأ الآن بعملية التعويض المباشر في الصيغة العامة. إذا 2040 يساوي 8 ناقص 8 مضروبة في 2 أس N على 1 ناقصا 2. 1 ناقص 2 بسالب 1. إذا نقوم بعملية التبسيط، تساوي 2040 تساوي سالب 8 زائدا 8 مضروبا في 2 أس N. نتخلص الآن من سالب 8 بإضافة 8 في الطرف الأول وأيضا بإضافة 8 في الطرف الثاني، تصبح المعادلة 2048 تساوي 8 مضروبة في 2 أس N. الآن اقسم طرفي المعادلة على 8، تصبح المعادلة 2 أس N تساوي 256. حلل الآن 256 هي 2 أس 8.
ممتاز. الآن لو نلاحظ هنا أن الأساسات متشابهة، إذا تكون الأسس متساوية وتكون قيمة إن تساوي 8. إذا الاختيار الصحيح هنا هو C. مثال اختياري: متتابعة هندسية حدها الأول 3 وأساسها 1، فإن مجموع S20 يساوي، لو نلاحظ هنا أن الأساس يساوي 1، إذا راح نستعمل الصيغة التالية: Sn يساوي n في الحد الأول، وقيمة n هنا ب20، إذا راح نضرب 20 في الحد الأول 3 ويكون يساوي 60. إذا الاختيار الصحيح هنا هو الاختيار D. ماذا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم؟ تعلمنا المتسلسلة الهندسية المنتهية، وهي Sn يساوي مجموع A1 في R أس K ناقصا 1، والK بدأت من 1 وتنتهي بN، وهي تساوي الحد الأول زائدا الحد الثاني إيجاده ضرب الحد الأول في R زائدا الحد الثالث A1 في R تربيع إلى أن نصل إلى A1 في R أس N ناقصا 1. والصيغة العامة هي كالتالي: Sn يساوي الحد الأول ناقص الحد الأول في R أس N على 1 ناقص R، ويجب أن يكون R هنا لا يساوي 1. أما الصيغة البديلة وهي Sn يساوي A1 ناقصا AN مضروبا في R على 1 ناقصا R، والR هنا لا تساوي 1. لكن إذا كانت الR تساوي 1 فيكون المجموع يساوي الحد الأول في N. وبكذا يكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم. أتمنى أكون وفقت في تقديم هذا الدرس، وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.